بشتغل فن مهملات، بشتغل رسوم اعمال تطبيقيه، بشتغل مع الاطفال، صار لي فتره مليحه عم بشتغل مع الاطفال بالاعمال اليدويه، الدعم النفسي، كنا نشتغل بمراكز بتجمعات الكرامه، مخيمات، اليوم احنا هون بمدرسه جيل الحريه، مدرسه اجيال طيبه، طبعا كان المدرسه فيها اطفال كثير مميزين، اشتغلنا معهم لانتجنا معرض، المعرض كان مميز، عليه اقبال كثير مليح.